تتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام هناك مع شوطنا الرابع في هذه اللحظات الجميلة. نسير ونتواصل مع فئة الجعدان مع البداية حشيم عمر برايد محمد بن سبت الخيري مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز الوسمي ياسر بن بخيت الخيري مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز والذي انطلق ايضا وغير هناك ايضا الذيب منصور بن سالم بن علي بن محمد البلوشي ايضا القادم للمشاركه وللتحدي، بينما متعب راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري مع رابع المراكز، خامس المراكز مروح طميم مطه بن علوده العامري ايضا ينطلق مع خامس المراكز، بينما الفائز ومحمد بن ناصر بن محمد بن شقل ايضا القادم من الدوحه للمشاركه والتحدي في هذه اللحظات الجميله. يا سلام، عودتنا الى البدايه، عودتنا الى الذيب، الذيب الذي كشر عن انيابه، كشر عن انيابه، الذيب ما شاء الله يبغي الفوز، يبغي الشوط، يبغي الشوط الذيب مع البدايه بشعار البلوشي منصور بن سالم البلوشي مع البداية والصدارة الأولى، بينما المركز الثاني حشيم وعمر برايد محمد الخيلي مع ثاني المراكز، ثالث المراكز والوصول مع الوسمي ياسر بن بخيت الخيلي مع المركز الثالث، رابع المراكز متعب راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري أيضا ينطلق في هذه اللحظات الجميلة أيضا مع رابع المراكز، خامس المراكز مروح طهميم بن مطه بن عنوده العامري ايضا ينطلق في هذه اللحظات، الفايز محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنقل ايضا الواصل في هذه اللحظات الجميله، اللحظات الرائعه والمتميزه ما شاء الله. 3 كيلو متر، 2 كيلو متر يا مضمرين يا متابعين، يا سلام بهذا القدوم بهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة ما شاء الله. شوف وتابع هناك، شوف وتابع من اللي غير، من اللي بدل الأمور، بدل الأمور مع البداية والصدارة الأولى. يا سلام، هذا الوسمي، هذا الوسمي مع البداية، الوسمي مع المركز الأول مع الصدارة والبداية، ياسر بن بخيت الأخيلي مع المركز الأول مع البداية الأولى بهذا الانطلاق المتميز، هذا الانطلاق الجميل، بينما حشيم عمر بن راشد الأخيلي أيضا مع المركز الثاني، ثالث المراكز والوصول هناك مع متعب، متعب 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 راشد بن سعيد بن حصيان ومروح طميم بن مطر بن عنوده العامري، العامري مع المركز الرابع. يا سلام، أبناء الدوحة قادمين مع الفايز محمد بن ناصر محمد الشنقل أيضا الواصل في هذه اللحظات، أشوف شعارات قادمة، شعار أبو سالم أحمد بن سالم الأخيري وشعار بن روية، كل واصل جماعة واصلين. يا سلام يا هذا الانطلاق، يا سلام يا هذا الحضور يا غياث،
بقيادة أبو سعيد ياسر بن بخيت. الأخير يركز يا أبو سعيد، ركز يا أبو سعيد، يا سلام بحضوره بتواجده إلى هذا الشعار، شعار أبو سلطان. يا سلام، الله مقدم لنا الوسمي مع البداية والصدارة الأولى. المركز الثاني مروح تهميم أبو مطلب عنودة، العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك الوصول ايضا مع الفائز محمد ناصر محمد الشنجل ايضا الواصل في هذه اللحظات. يا سلام من الجانب الاخر هناك ايضا الوصول والغدوب، يا سلام مع متعب رايد بسعيد الحصيان المنصوري. يا سلام في هذه اللحظات الجميله، يا سلام شوف هناك، شوف هناك اسراف عيسى بن احمد بروية الاخيري. يا سلام يا هذه اللحظات الجميله، هذه اللحظات الرائعه والمتميزه ما شاء الله. بن عصيان، بن عصيان حرك، بن عصيان حرك، حرك بن عصيان يا ابو بخيت، حرك بن عصيان يا ابو سعيد. شوف وتابع هذا الانطلاق المتميز، يا سلام في هذه اللحظات الجميله، في هذه اللحظات الرائعه. الى وين السلامات، الى وين السلامات، الى ابو سعيد ولا بن عصيان في هذه اللحظات الجميله. ما شاء الله وتبارك الله، 500 متر نهائيه، 500 الاوامر والتهاني والفوز، ما تبقى الا 500 متر. ما شاء الله، شوف وين ابعدا، ابعدا عن بقيه المراكز. يا سلام بهذا الحضور، بهذا الاداء، يا سلام. الوسمي، الوسمي، الوسمي ياسر بن بخيت الاخيري، ومن الجانب الاخر مع ابن عصيان بهذه اللحظات، بهذا الانطلاق الجميل. ولكن ابن عصيان مع متعب، متعب 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 مع البدايه والصداره الاولى، انطلق كل الانطلاق الجميل ما شاء الله وتبارك الله. سلام، سلام بن عصيان، سلام على هذا الحضور. راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري المركز الثاني. هناك ايضا مع الوسمي ياسر بن بخيت الاخيري ثالث المراكز. هناك مع سهم وشعار ايضا سالة بخريب الضبيب الشامسي، بينما شعار بروية مع رابع المراكز. تهانينا والف مبروك على هذا الحضور الرائع والجميل.